επειδή θα σταματάμε να έτσι, μερικά μέλη. When I said we still hold that thing for a monetary, we feel pain in the stimuli, our oval window, we feel rounded window, the rounded window is covered by the secondary tympanic membrane. Amen. هبص الاقي الفيشيال نان بعد ما بيدخل من الانترنال اكوستيك ميدس بيمشي لغايه الميديال بول بتاعت هذه الايه؟ الميدل اير. وبعدين بيجي ماشي في كنال في البوستيريور بول في الميديال بول بتاع الاير وبعدين يجي عامل فيرتيكال كنال في البوستيريور بول وهي دي الفيشيال كانال اللي موجوده في الميدل اير. ادي الفيشيال كانال لها هورزونتال بارت ده موجود في الميديال بول ولها فيرتيكال بارت ده موجود في البوستيريور بول اوف ذا ميدل اير. اول ما بيدخل الناب في هذه القناه ببص الاقيه بيتضخم ويعمل لي كانجي ويمشي في الهوريزونتال بارت ويمشي في الفيرتيكال بارت لغايه ما يطلع من ستايل ماستويد فرامن ويدخل الفيس. وهو في البوستير وول يقع ان فرونت اوف البيراميد اللي تطلع منه الاستابيديس وبيقع ميديال من اديتاس اللي هي الفتحه اللي تؤدي الى الانترام. وهو هنا هو بيبقى ابط الفستيبلر او الاوفال ويندو. هذه الجانجليا اسمها جينيكلي الجانجليا. جينيكلي الجانجليا لانها واخده شكل الجينيكلي او شكل الجلاي. ده فيشر نات في ليه ثلاثة مين برانشز وهو في الميدل اير. واحد بيطلع من الجينيكلي كانجليا وده الجريتر بتروزن نان. وزي ما انتم عارفين الجريتر بتروزن نان ده بيدخل في الفرم اللاسرام يتحد مع الديم بتروزن نان ويعمل منه نيرف تو فيديان او نيرف تو دول كمان فيديان نان. يبقى داخل هذا النيرف في التركو بالاتاين فوسطى ويحصل ليه التركو بالاتاين جانجليا تصدع البص جانجليونيك فايبر اللي ماشيه مع التمبرال برانش بتاع المدلة للنار والتمبرال برانش دوت يديها لي اللاكريمال نار واللاكريمال نار بيوصلها للاكريمال جلان. احنا خدنا الباص ويل خدنا ده الايه الجريتر بتروزل نيرف وده الديب بترول ديب بترول ده سيمباثيك ويعملوا النيرف تو فيديان كمان النيرف تو ترول كمان او بيسموه ذا فيديان نيرف. وبعدين يروح يعمل الايه في التربو بارتاين كانجليا دي باراسيمباثيك كانجليا تطلع تبص جانجليونيك فايبر تروح للتمبرال برانش بتاع الماتيري ومن التمبرال برانش تيجي ماشيه مع الاكريمال نيرف اللي وصلها للاكريمال جلاند. معناه ان الاكريمال جلاند النيرف سبلاي بتاعها هذا الاوفيشال نيرف. وده الاوفيشال نيرف في هذه الميدل حصل له قطعه ابص الاقي الاكريميشن ويسبوت لان مفيش اذر باراسيمباثيك فايبر جيه. ايضا بيطلع
من هذه التركو بلاتاين جانجليا بلاتاين برانشز ونيزل برانشز. هذه البلاتاين برانشز او النيزل برانشز بتطلع تسبلاي الجلانس بتاع البلد وبتاع النيزل كافيتي، لان النيزل كافيتي ايضا في سليبر جلانس وايضا بلد في ميوكر جلانس. فبتطلع النيزل والبلاتاين برانشز بعد الليين اهوت تطلع تسبلايز اورسو، بيطلع منها فايبر او بيجي لها بمعنى صح فايبر تمشي في هذا الجريتر بتروزن، بتجي لها تيست سنسيشن من السوفت بلد. هذا الجريتر بتروزن نيرف ده هو الكالس باراسيمباثيك نيرف فايبر لاكريمال جلاند، الكالس باراسيمباثيك فايبر للبلاتاين والنيزل جلانس عن طريق البلاتاين والنيزل برانشز بتاعت الجانجليا، وايضا الكالس تيست سنسيشن من السوف بلد. ده جريتر بتروزال نيرف. تاني برانش بنروح للستابيتيس ماسل نيرف تو ستابيتيس تو سبلاي الستابيتيس ماسل. تاني برانش بيطلع قبل بيطلع من سالو مستوي فرانن، وانتوا عارفينه كويس جدا اللي هو مين؟ اللي هو مين؟ كوردا تمبرنا. وهذا الكوردا تمبرنا بيطلع من الجلاند ويمشي في الميدل اير، هو بيمشي ميديا التمبانيك ممبرين. التمبانيك ممبرين عباره عن تو لايرز، فايبرس لاير وراه ميوكاس لاير، وهو بيمشي ما بين الاثنين ميديا تو التمبانيك ممبرين، وبعدين يسيب الميدل اير ويجي طالع للبيزل تحت البيزل السكال ويتحد مع اللينجوا النيرف. وانتم عارفين قصته بيدي تيست سنسيشن انتيل تو سيلد ذا تانج انتيل تو سيلد ذا فلور اوف ذا ماوس، وبيدي بارس الماتريك نيرف فايبر للسب انتيلر والسب لينجوا السيريبر جلاند. هما دول الثلاثه برانشز المين برانشز لهذا الايه؟ الفيشن. ايضا هذا الفيشن بيدي تمبانيك برانش، هذا التمبانيك برانش بيشير ان التمبانيك بلكسس اللي موجود على البرومونتري اللي منها التمبانيك برانش كمان بتاع الجروسو فارنجيال نيرف تسعه وسبعه، ويطلع منهم الليسر بتروزال نيرف. وعارفين قصه الليسر بتروزال نيرف ان تروح الغزل مين؟ البارود الجلان التمبانيك برانش بتاع الفيشيال والتمبانيك برانش بتاع الجلوسو فارنجيال نيرف، بيعمل التمبانيك بليسس. وهذا التمبانيك بليسس بيسبلاي الميوكاس ممبرين بتاع الميدل اير. كل الميوكاس ممبرين اللي في الميدل اير سبلاي باي ذيس تمبانيك بليسس. سنسيشن وبيطلع النسب بتروتال باراسمباثيك للبروتيك. دي الفيشن نيرف الموجوده، ده الفيشن نيرف انجري في ميدل اير. هبص الاقي الاكريميشن ويل ستوب، لكن السلفيشن ويل نوت ستوب ويل بي ديكريز. السنسيشن في الانديوتو سيرو تطعم والسنسيشن في الانديوتو سيرو فلور ماوس ويل بي افكتد. فاهمين حاجه؟ لان القطع ده بص سنسيشن تيست سنسيشن ما تدوش سيلفر تانج ولو ما تدوش سيلفر مش عارف مين. لو قطع ده بص الاكريميشن، لكن لو قطع ده هو ده موجود. ثانيا البروتين جلاند شغال، هو
فالسب مانديبرا والسب مانديبرا لو وقفوا البلوتو شغال ده ستريليشن ويل نوت ستوب ويل ديكريز. ده بالنسبه للفيشال نير انسايد الفيشال كانال مش نتر الجانبي. وعلى فكره كوردة البناين والجريتر بتروزر بيطلعوا من الجنتر الجانبي. عشان كده اوتايس ميديا كان افكت الفيشال نير عن طريق افكشن اوف از كمان وتعمل فيشال نير بولسي. وان اوف ذا كوزز اوف فيشال نير بولسي از اوتايس ميديا لان النير ماشي انسايد الكمان ان ذا ميديا اند ذا بوستيريو وول اوف ذا ميديا. طيب لو بصيت لجوه الميدل اير ايضا هلاقي ده في البانت ممبرين لسه ما خدناهوش. وهلاقي ماسكه فيه عظمه اسمها الميلس وتؤدي الى عظمه اسمها الفينجا وتؤدي الى عظمه اسمها الايه؟ الستينس. والستينس لها هيد وهيد وهذا الستينس نايم على مين؟ على الاوفر ايه؟ وينج. بالظبط كده لما يحصل صوت فبيحصل فايبريشن التمبانيك ممبرين. هذه الفايبريشن بتنقلك للميلس ومن الميلس تروح لمين؟ للايه؟ الميلس وبعدين تروح للانكس وبعدين تروح للستينس. والستينس تعمل الفايبريشن تنقلها للميدل اير للانر اير. والانر اير يحصل اريتيشن للهير سيلز ويحصل استيموليشن ويطلع من الميدل اير الكوكليا نام عشان يكري الهيرنج سنسيشن. ده نورمالي في تو ماسلز موجودين انسايد الميدل اير. واحده طالعه من الانتيرو وور طالعه في فتحه قدامها من الانتيرو وور وراح داخله في الميدل اير وماسكه فيه الهاند بتاع الميلس. واحنا رسمناها المره اللي فاتت داخله من ويندو الانتيريور وول اوف ذا ميدل اير وخد اصلا من التيوب وليدر التيوب اللي جنبها اللي هي مين؟ التنسور تمبانان. وقلنا انها سبلاي لمين؟ لنيرف تو ميديال ترفويد اللي طالع من الترانك اوف ذا مانديبلر نيرف دي التنسور تمبانان. نفترض ان واحد دعم أو صوت بوك اكسبلوجن أو فيري لاود فويس صوت حمار فلو عمل فايبريشن جامدة هنا أهو هتتنقل الفايبريشن الجامدة كده أهوت وهتتنقل الإير فايبريشن جامدة ويحصل ماي إنجري للكوكيلا بنام وتأفكت السمع وتأفكت الهيرنج اللاود فويسز يعمل نيرف تروما هيرنج افكشن. عشان كده هذه المصل ده هي لما تلاقي فيري رابيد فايبريشن اوف ثمانيه ممبرين تيجي شده الميلس ناحيتها فلما تشدها هتخلي الممبرين ده هو مور تنس تخليه مور تنس. تنس يعني ايه؟ مشدود. لما يتشد التمباني ممبرين الفايبريشن بتاعته هتقل. ازاي ما يكون ايه؟ فعشان كده هو هذه المصر ده هي ما
بتعمل تنسي للديماتيك ممبرين فتو دام داون، دام داون يعني تقلل الفايبريشن، دام داون الفايبريشن بتاعت المينس، وبالتالي اللي هتروح للانكس واللي هتروح للسيل وبالتالي تروح للانرجي. وعشان كده دام داون فايبريشن فده ده بروتكتيف ميكانيزم تو بروتكت الانرجي اجينست لاود شارب فويسز. في انذر ماسل ثانيه، هذه الماسل خارجه من البرومون من البيراميد. البيراميد ده موجود كان في ايه؟ كان في ايه؟ انا بقول البوستيرو وول. هذه طالعه من البوستيرو وول ورايحه هذه الماسل ده هي تمسك في النيك اوف ستينس. هذه الماسل اسمها ستابيليتي ماسل. هذه الستابيليتي ماسل ده هي سبلايد لمين؟ للفيشيال نير، وهو موجود في ميدل اير. ايضا لما بيحصل لاود فويسز او لاود اكسبلوجن ويحصل في رابيد فايبريشن للميدل برين ويوصل للميدل وينتر، هذه الستيبس تشيل الهيد اوف ذا ستيبل وتبعدها عن مين؟ عن الاوفر منه، وبالتالي الفايبريشن اللي توصل للانر اير تبقى دام داون اولسو فانخفض حدتها. وبالتالي اعمل ايه؟ بروتكتيف ميكانيزم اجينست انجري للكوكلير نير واجينست انجري. ده المين فانكشن بتاع الاثنين ماسك دول دام داون اولسو، كل واحده بتشتغل بطريقه لكن ذا سيم. واحده نرفع بتاعتها نرفع تو ميديال ديكورد والثانيه فيشيال نير. لو حصل انجري لهذا الستابيتس ماسل او النيرف ستابيتس او الفيشال نيرف، هبص الاقي العيان يسمع فيري ماينيوت ساوندز، وده بيسموها هايبر اكيوسز. اكيوسز يعني يسمع فيري لاود، تفرق ان انا بيسمع. لو حصل انجري الفيشال نيرف في الميدل اير او حصل انجري الستابيتس ماسل، لان اي فايبريشن اللي هنا اهوت هتتنقل كومبليتلي كلها للانر اير، مش هيحصل دامج داون ولا حاجه. فعشان كده من ضمن المانيفستيشن بتاع الانجري والفيشن نيرف في الميدل اير هايبر اكيوسز. هايبر اكيوسز دي تو باراسيت اوف الستابيتس ماسل، والهايبر اكيوس مين؟ ذا بيشنت كان هير ايه؟ لو فويسز. ده بالنسبه للاثنين ماسلز اللي موجودين في الميدل اير والفانكشن بتاعتهم والانجن بتاعهم الهايبر اكيوسز.